اليوم للمطالبة عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإقالة بقايا نظام العائلة ممثلة بابن المخلوع أحمد علي وبإخراج جميع المعتقلين ما لم سيكون التصعيد حاسم في شباب الثورة خلال شهر رمضان في الأيام المقبلة إن شاء الله. ثورة ثورة في رمضان، ثورة ثورة في رمضان، بين الشمس والأمطار، بين الشمس والأمطار. خرجنا اليوم لنوصل رسالة إلى الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي بأننا خرجنا اليوم تحت المطر ولم يؤجلنا المطر للمطالبة بإخراج المعتقلين، فقد خرجنا تحت الرصاص ومهما تكون الظروف فإننا سنخرج للمطالبة.